بعد ظهر اليوم التالي عندما رأت ليا ماتيوس مرة أخرى كان الوقت متأخرا. صباح السبت تأخرت على الفطور، وعندما نزلت كان ماتيوس وفيليب في المكتبة يتحدثان في الأعمال. وبما أن الرجلان كانا مشغولين اقترحت باربرا الخروج للتسوق في براتفورد، ومع أن كاتي لم تكن متحمسة للفكرة وافقت. قالت باربرا وهي تجلس إلى جانب ليا في المرسيدس: بصراحة أود لو تبقى في المنزل، أوثق أن ماتيوس يسمح لك بقيادة هذه السيارة الثمينة؟ ألا تثقين بي؟ في الواقع لم أقود هذه السيارة منذ أخذت رخصة السياقة، أعتقد أن ماتيوس كان يثق بي أيضا. كان يثق بك؟ وما الذي غير رأيه بك؟ آه هذا وذاك، أين كاتي؟ نحن في انتظارها منذ 10 دقائق. سألت باربرا بفضول: أليس لديكم شاب يقود السيارة؟ أذكر أن قاطعتها: إنه جورج ماتيسون، ولكنه لا يعمل في عطلات الأسبوع إلا إذا طلب وطلب منه ماتيوس ذلك. ألا تشعرين بالميل اتجاهه؟ من أخبرك؟ أهو ماتيوس؟ حسنا أنت مخطئة، أنا وجورج صديقان، صديقان فقط. هزت باربرا كتفيها: لا تغضبي، هذا أمر طبيعي. استدارت ليا تنظر إليها: ما هو الطبيعي؟ أن أعبث مع جورج ماتيسون؟ حسنا إنه في مثل عمرك، وعلى ما أذكر هو شاب وسيم. هو ماذا في هذا؟ من هن في مثل عمرك يحببن أن يغازلهن الشباب، أما أنا فلا. تنهدت باربرا: لماذا أنت؟ لا، أنا لا أقترح عليك التفكير في الزواج به. شهقت ليا: الزواج الزواج الزواج، لماذا يعود كل حديث إلى الزواج؟ قلت لك ليلة أمس. ردت باربرا تقاطعها بحدة: ها حسنا ليا. أحست ليا بالندم على ما قالته، فهي لم تقصد أن تكون فظة، ولكنها تنفعل كلما جاء أحدهم على ذكر مغادرة ماتلوغ إيج فتمتمت: أنا آسفة. في تلك اللحظة خرجت كاتي بكامل أناقتها من المنزل، فضغطت باربرا على ذراع ليا بعطف: لا بأس عليك، ما كان علي فتح فمي الكبير، سيدبر ماتيوس الأمور على هواه. لكن ليا تعترض بشدة على سيطرة ماتيوس على مصيرها، لأنها تريد أن تسيطر هي على حياتها الخاصة، لكن صعود كاتي لورد إلى السيارة منعها من التفوه باعتراضها. كانت براتفورد مكتظة بالمتسوقين في يوم السبت بعد إيقاف السيارة، وجدت ثلاثة صعوبة في البقاء معا، فاقترحت باربرا: لماذا لا نفترق على أن نلتقي في وقت الغداء؟ انتظرت مع ليا عدة دقائق حتى تمكنت كاتي من اللحاق بهما وأردفت: أين سنتناول الغداء ليا؟ أتعرفين مطعما جيدا؟ إن اتفقنا على اللقاء في الواحدة فلن نضيع الوقت في التفتيش عن مطعم جيد أو التفتيش عن بعضنا البعض. ردت كاتي ببرود: أوافقك الرأي. عبست ليا مفكرة ثم قالت بارتياب: هناك مطعم كراون الذي يتناول فيه أحيانا ماتيوس طعامه. صاحت باربرا بلهفة: ليس هناك مكان أفضل، سنلتقي في مطعم كراون في الساعة الواحدة. ابتسمت كاتي وهي تبتعد، وما إن ابتلعها الزحام حتى تنفست باربرا السعداء وأمسكت بذراع ليا تقول: أحمد الله على ذهابها، تعالي الآن رافقيني إلى أقرب مقهى، أنا بحاجة إلى كيك بالكريمة الكثيفة. أولا نفترق؟ بالطبع لن نفترق، أفكر في القيام ببعض التسوق. لم أرغب في أن تعترض الآنسة لورد على اقتراحاتي. أنهتا القهوة والحلوى الغنية بالشوكولا، ثم اتجهتا إلى مخزن كبير للبيع. لم يبدو لليا المحل الخاص بمراهقات مبهرجا وهي إلى جانب باربرا. ما هي إلا ساعة حتى اشترت باربرا لليا أثوابا جميلة تضيفها إلى خزانتها، ومن بين ما اختارت سترة جميلة وثيابا داخلية وفستان نوم مخرم حتى الخصر وفستان آخر من الشيفون المطبع، واشترت لها أيضا كنزتين وتنورة رائعة من الشاموا وسترة حريرية. احتجت ليا وهما تضعان المشتريات في صندوق السيارة قبل الذهاب لملاقاة كاتي: لا أدري ما سيقوله ماتيوس. ردت باربرا بثبات: سيوافق، لقد وافق على مظهرك ليلة أمس، أليس كذلك؟ آه أجل. رغبت في أن تبوح لها بما قاله بالضبط ولكنها لم تفعل.
كان الصبح واعدا بيوم جميل، ولكن الطقس تغير وهن يتناولن الغداء. وما إن خرجنا من المطعم حتى بدأ المطر بالانهمار، فقالت باربرا وهي ترفع رأسها نحو السماء: فلنعود إلى المنزل لأن هذا المطر لن يتوقف، ولا أرغب في أن أتبلل. أترغبان في هذا؟ نظرت لي إلى كاتي: لا أهتم، أيوافقك هذا؟ حركت كاتي أنفها عندما سقطت قطرة مطر عليه. يوافقني طبعا. فكان أن أسرعت لي نحو السيارة. بدت ماتلوغ إيج حتى تحت المطر جميلة. كانت المياه تتقطر من الأشجار على ظهور الخيول والتي التجأت للاحتماء بأغصانها. قالت باربرا: تستعيد ذكريات قديمة وكأنها تعكس أفكار لي. أتتصورين العربات التي تجرها الخيول تسير فوق هذا الممر المرصوف بالحصى؟ كان لماتيوس مركبة خفيفة في الإسطبل يجرها حصانان. رفعت كاتي حاجبيها: وماذا حدث للمركبة؟ ضحكت لي: لقد قلبتها مرة في إحدى نزهاتي، فكان أن تخلص منها ماتيوس. قالت باربرا بخوف: آه، أفهم السبب، كيتي تقتلين. أجل، هذا ما قاله ماتيوس كذلك. كان ماتيوس وفيليب ما يزالان في المكتبة عندما وصلنا إلى المنزل. تركت باربرا لي تفرغ المشتريات في صندوق السيارة سرا، ودخلت إلى المنزل مع كاتي. عندما انضمت لي إليهما في غرفة الجلوس، كانت السيدة فلاندرز تقدم شاي الساعة الخامسة. أعلنت مدبرة المنزل: قال السيد ثورب إنه يريد محادثتك قبل العشاء آنسة لورد. جفف موليا، فقد عرفت السبب وأحست بالذنب لأنها كذبت عليه، ولكنه لم يمهلها وقتا للشرح. قررت أن تصحح خطأه حالما تنهي احتساء الشاي. اختفت كاتي بعد ارتشافها نصف الفنجان تقريبا، وبعدما رفضت كل العروض لتناول الحلوى. قالت باربرا ساخرة بعد ذهابها: ستتحضر للمقابلة. أخذت ساندويشا وقالت: أتشعرين بأن الآنسة لورد تتمنى لو تكون سيدة هذا المنزل؟ ردت لي على غير اكتراث: لن تكون الأولى، إن ماتيوس يقاوم الدائبات إلى هذه السيادة منذ زمن، ولا أظنه يلاحظ هذا أبدا. صبت باربرا المزيد من الشاي: لست واثقة، فهو لم يعد شابا، يجب أن يتزوج عاجلا أم آجلا. لماذا؟ هزت باربرا رأسها: لماذا؟ تعرفين لماذا؟ إنه بحاجة لمن يرث ما يملك، أليس كذلك؟ أتقصدين ابنا أو ابنة؟ لا أظن أن الإرث يهمه كثيرا، إنه بحاجة لزوجة لتلد له وريثا. احدودبت كتفالية: لن يتزوج امرأة ككاتي لورد أبدا. ولم لا؟ أعترف أنها لا تعجبني أنا أيضا، ولكن لا يمكنني أو يمكنك الحكم على ما يعجب ماتيوس. شعرت لي بجسدها يتوتر وباربرا تتكلم، وهذا أمر سخيف بالطبع. لا يمكن لماتيوس أن ينجذب لكاتي لورد، إنها باردة جدا، متطرفة في كل شيء، وهذا يكرهه ماتيوس ويعترض عليه. ولكنها أدركت أن لا شأن لها بهذا. باربرا على حق، كيف لها أن تحكم على ما يعجبه من النساء؟ لقد دعا كاتي إلى منزله وله أسبابه، فماذا لو كان معجبا بها فعلا؟ ماذا إذا جاء بها إلى هنا ليرى كيف تنسجم مع حياته وكيف تتوافق مع ليا؟ ربما هذا ما جعله غاضبا عندما عاملتها بطريقة فظة. هل أنت على ما يرام؟ كانت باربرا تنظر إليها باستغراب، فسارعت ليا إلى لملمة شتات نفسها: أجل أجل بالطبع، ولماذا لا أكون على ما يرام؟ عبست باربرا: لا أدري، لقد شحب لونك بشكل فظيع فجأة. وقفت لي: لا تكوني سخيفة، أظنني تعبت من نقل الأغراض. انتظري حتى يراها ماتيوس، على الأقل لن يقول إن كاتي علمتك كيف ترتدين الملابس. لا، لن يستطيع قول هذا. أراك فيما بعد يا باربرا، أريد الصعود لأخرج المشتريات من أكياسها. بعدما أقفلت باب غرفة الجلوس لم تتجه إلى الدرج، بل أسرعت إلى مكتبة ماتيوس مترددة لحظة قبل أن تدق الباب. فيما بعد سيدة فلاندرز. كانت نبرة ماتيوس النافذة نافذة الصبر مسموعة بوضوح من وراء الباب الخشبي الصلب، ولكن ليا دقت ثانية لأنها تعرف أنها لن تجد فرصة أخرى لمكالمته قبل أن يتحدث مع كاتي. قلت لك فيما بعد يا سيدة فلاندرز. صمت فجأة عندما رأى ليا.
آه هذا أنت، ماذا تريدين؟ ألم تقل لك السيدة فلاندرز أنني مشغول؟ بلى، تجد صعوبة في المحافظة على تهذيبها عندما يكلمها بهذه الطريقة. كان قد تخلص من ربطة عنقه وفتح أزرار قميصه. سمعته يقول: حسنا. شاهدت فيليب في الغرفة وراءه منصبا على بضع أوراق. رفعت نظرها إلى نظر ماتيوس المنتقد. أريد محادثتك. عما حديثك؟ إنه أمر خاص، هل منحتني لحظات من وقتك؟ المسألة حياة أو موت. تحولت عيناه من اللون الأخضر إلى الرمادي. صحيح. لا، إذن انتظري. تراجع إلى الغرفة قبل أن تستطيع منعه وأقفل الباب. استسلمت في غرفتها إلى إحباطها وغضبها، فرمت إلى الأرض الأكياس التي رتبتها من قبل على السرير. ماتيوس لا يطاق، لقد تعمد إذلالها. لا تريد أن تفكر فيما ظنه فيليب جافرسون عندما تحدث إليها بتلك الفظاظة. ماذا يحاول أن يفعل؟ أيحاول دفعها إلى كرهه؟ ألم يقل لها سابقا أنه من السهل أن تكرهه؟ وهي تصدقه. نزلت إلى العشاء مرتدية بزتها الجديدة. كانت بزة جذابة من القطن الوردي اللون والذي أبرز سوداد شعرها وبشرتها العاجية. توقعت عندما كانت ترتدي ملابسها أن يصل ماتيوس إلى غرفتها غاضبا، ولكنه لم يظهر، فكان أن توصلت أخيرا إلى استنتاج بأنها تبالغ في حساسيتها. كان الضيوف كما في الأمسية السابقة مجتمعين للعشاء. قال لها فيليب: ماذا أقدم لك أيتها السيدة الشابة؟ ماتيوس لم يصل، ولكنني واثق بأنه لن يعترض إن قدمت لك ما يفتح شهيتك. نظرت إلى ما حولها في الغرفة تتبادل الابتسامة مع باربرا، ثم تحركت عيناها إلى كاتي الجالسة برشاقتها المعتادة في مقعدين بذراعين. ليس من عادة ماتيوس التأخر عندما يكون عنده ضيوف، قالت كاتي. لقد تأخر في الذهاب لتغيير ملابسه. توترت أعصاب ليا بسبب الاعتداد بالنفس الذي تراه على وجهها. أمضيت أنا وخالك وقتا في الحديقة، وذلك بعدما أنهى مناقشته مع السيد جافرسون. صاح فيليب: ناديني فيليب يا كاتي، هل أقدم لك شرابا آخر قبل أن يصل ماتيوس؟ ارتشفت ليا شرابها متوترة، ولقد اقتنعت أن تصرفات كاتي لا تحمل الخير لها. عما تحدثت مع ماتيوس في الحديقة؟ لماذا تجلس هكذا وكأنها قطة ابتلعت قطعة لحم؟ لا يبدو لها أن الحديث الذي تبادله سبب لها إحراجا. ظهر ماتيوس في الوقت الذي أعلنت فيه السيدة فلاندرز أن العشاء جاهز، فاعتذر على التأخير. وصلتني مكالمة من أمريكا وكنت على وشك النزول. نظرت ليا إلى وجهه فلم ترى دليلا على الغضب الذي توقعته، بل بالعكس طافت عيناه فيها بذهول. كانت الوجبة لذيذة، صدور دجاج مطهوة بالخل والحليب وقطع لحم مجفف وبطيخ وخيار بين ثلاثة أنواع من الحلوى. لأول مرة منذ فترة استمتعت ليا بالطعام. بعد تقديم القهوة في غرفة الاستقبال اعتذرت ليا لتصعد إلى غرفتها، فلا شك أن ماتيوس وضيوفه يريدون السهر حتى وقت متأخر. شعرت بالسرور لأنها لم تفكر كثيرا في ماتيوس، فمن الواضح أنه تبادل مع كاتي حديثا لطيفا قبل العشاء، وهي ترفض اعتبار تعليقات باربرا أكثر من مجرد أقاويل. انتزعت قرطها من أذنيها وأخذت تتفرس في صورتها في المرآة. في هذا الوقت سمعت طرقا خفيفا على بابها. وضعت القرطة الذهبية المستدير على طاولة الزينة وتقدمت تفتح الباب، ثم تراجعت مذهولة. ماتيوس! أجل ماتيوس، هل لي بالدخول؟ فكرت بسرعة. الوقت متأخر، ألا يمكنك الانتظار حتى الصباح؟ دخل إلى الغرفة ليتجاوزها. أقفل الباب لي، أريد محادثتك وأفضل أن لا يسترق أحد السمع إلى حديثنا. تنهدت بعد صمت عدائي قصير، ثم أقفلت الباب وهي تقول بتحدي: حسنا، ماذا تريد أن تقول؟ أنت غامض، ماذا سيقول ضيوفك عن اختفائك فجأة؟ رد ببرود: يعرف أحدهم على الأقل أين أنا؟ كاتي، ولكن لا شك أنك تعرفين سبب قدومي، فلست بالغبية. شكرا لك، لكن مخطئ، ليس لدي فكرة عما سبب انزعاجك. انزعاجي؟ لا تمثلي علي يا ليا، تعرفين ما أزعجني، لقد تعمدت تضليلي وأريد تفسيرا.
احتاجت إلى الكثير من الشجاعة لتبتعد عن الباب، ولكنها ابتعدت أخيرا. أمسكت الفرشاة عن طاولة الزينة وبدأت بتمشيط شعرها. لم أضللك يا ماتيوس، ألا تذكر أنني حاولت أن أكلمك بعد الظهر ولكنك كنت مشغولا؟ انتزع الفرشاة من يدها. وكيف لي أن أعرف سبب قدومك؟ لم تمهلني وقتا لأتكلم، أليس كذلك؟ لقد سفقت الباب في وجهي. كنت مشغولا، ليست غلطتي. لماذا لم تنتظري؟ نظرت إليه ساخطة. أين؟ خارج باب مكتبتك؟ ماذا تريد أن أفعل؟ أن أجلس على ممسحة الباب؟ وهو المكان الذي تود لو أبقى فيه؟ اسود وجهه غضبا. هذا غير صحيح، لماذا لم تخبريني بالأمس بأن الثياب غير جديدة؟ كانت جديدة بالنسبة لي. لم تختارها كاتي، قالت كاتي إنها قذرة رخيصة، فلماذا أخبرك؟ لماذا فعلت هذا؟ وماذا فعلت؟ لماذا رفضت ارتداء الثياب التي اختارتها لك كاتي؟ لأنها لا تناسبني. ماذا تعنين؟ لأنها لا تناسب عمري. أشار إلى ما ترتديه. وهل هذا جديد؟ أجل، لماذا لم ترتديه إذن ليلة أمس؟ لأنني لم أكن أملكه ليلة أمس، لقد اشترته لي باربرا اليوم. ضرب مؤخرة الفرشاة على راحة يده. هكذا إذن، وما رأي باربرا بالثياب التي اختارتها كاتي؟ إنها توافقني الرأي. أعتقد أنك أخبرتها قصة محزنة عن عدم تعاطف كاتي معك، ثم قلت لها إنك تكرهينها لأنها كل ما ترغبين أن تكون عليه. نظرت إليه بازدراء. لا، هذا قول فاسد قذر. لكنك تكلمت عنها، ألم تفعلي؟ ليس كثيرا أراهنك. أحست لي بالغضب يتصاعد بسبب سخريته. أتعتقد أن كل ما يشغل بالي هو التفكير في كاتي، في كاتي لورد؟ حسنا، أنت مخطئ. إذا كنت تصدق كل ما تقوله فهذا لا يعني أن علي أن أحذو حذوك. وبما أننا نتكلم عنها فمن الأفضل أن تعرف أنها تحبني بمقدار ما أحبها. صاح بصوت ملؤه الشر. ليا، لكنها تجاهلت إنذاره وقالت ساخرة. هذا صحيح، وإذا كنت تخطط لجعلها سيدة ماتلوغ إيج فعليك التخلص مني أولا. صح وهو ينظر إليها بغضب. ليست فكرتك بسيئة، فلم أرى منذ مجيئك إلى هنا إلا المتاعب. حبست أنفاسها شاهقة. حقا، ثم شهقت متألمة من فظاظته المتعمدة. كيف تقول لي كلمات كهذه؟ هذا صحيح، إنك متوحشة مدللة وقد آن لك أن تكبري. لم تستطع رغم الصدمة السماح له بالنجاة بما قاله. هل هذا صحيح؟ لقد جرح كرامتها، ألمها كثيرا، لكنها ترفض الاستسلام بلا قتال. ربما ستندم فيما بعد، وربما ستكره نفسها لما ستقدم عليه، ولكنها تشعر الآن بأهمية أن تكسب المعركة. إن لم يكن الحرب كلها، رمت بكل النواحي الأخلاقية جانبا ومدت يديها تمسك بوجهه بين راحتيها. فاجأته، وإلا ما نجحت. تحول غضبه إلى عدم تصديق عندما عانقته. كانت صدمته أقوى من أن يستطيع القيام بشيء عدا الوقوع. كانت أناملها ترتفع إلى مؤخرة عنقه تضغط نفسها إليه. صح بصوت مخنوق. ليا، تمسكت به رافضة تركه، ولكنه تمكن أخيرا من إبعادها عنه وأسرها بين ذراعيه بطريقة مؤلمة. قال بصوت مرتجف. أيتها الكلبة الصغيرة، أيتها الأنانية اللعينة. وقبل أن تقدر على منعه ارتمى إلى الخلف فوق السرير وجرها معه ليضعها على ركبتيه ووجهها إلى الأسفل. صاحت شاهقة. لن تفعل، لن تجرؤ. مد يده إلى الفرشاة، علمت من خلال وجهه المظلم بالغضب أنه سيفعل، فأخذت تتوسل. ماتيوس، أرجوك لا تفعل، أرجوك. لكنه لم يصغي إليها. كانت عيناه غريبتين، وكأن مشاعره هي التي تسيطر على أفعاله، فأخذ قلبها يخفق بوحشية. لم تكن رغم نشاطها وحيويتها وشبابها ندا له في القوة. نزلت الفرشاة بما لا يقل عن 6 مرات على مؤخرتها، وفي كل مرة كانت تؤلمها بجنون، ولم يمنعها من الصراخ إلا خشيتها أن تسمعها كاتي. عندما تركها كانت تبكي بصمت، الدموع تنهمر بغزارة على وجنتيها. أحست بالغثيان وبالإذلال كما لم تحسها قط. وقفت مشيحة له وجهها، لقد فعل ما بوسعه لإهانتها.
سادت بضعة دقائق من الصمت المطبق الذي لم يقطعه سوى أنفاسها المضطربة. أخيرا تمتم ماتيوس. أوف آين، يا الله. ثم وقف فجأة فتسمرت ليا لأنها مقتنعة بأنه سيستمر في تسوية شخصيتها، ولكنه لم يزد على كلامه، بل سمعت وقع قدميه فوق الأرض، وما هي إلا لحظات حتى صفق الباب وراءه. في تلك اللحظة أدركت كم كان كبتها لمشاعرها شديدا. تصاعد الغثيان إلى حنجرتها، فأسرعت إلى الحمام لتفرغ ما في معدتها في الحوض، فكان أن امتزجت الدموع مع العرق الذي بلل بشرتها المرتجفة.